ما نقدر نرجع والله يقولون ان المصيف فيها لسه فيها الغام. العمار منتهي، بنية تحتية خالص، لا مي لا كهرباء لا اي شيء، يعني حتى اذا خلصت وصفت البلد ما خرج بي رجعة، يعني ما بي ما بي ما بي شيء خرج الانسان يسكن فيه. وبالنسبة لبيتي انا لا خطنا لي وسع. اذا رجعت اول شيء نظام خافين من الاحتياط، احنا عمرنا صغار الاحتياط هي ياخذ احتياط، وثاني شيء المتفجرات اللي خلتها داعش بضمن البيوت.